اهلا وسهلا بكم اصدقاء في فيديو جديد. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة ويعني تابونوا في القناة. ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع. واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. اللي بغى يدخل عندي الفيسبوك ولا الانستغرام ديالي، صفحة الفيسبوك ولا صفحة الانستغرام مرحبا به، انا غادي نحط لكم اللينك في صندوق الوصف. مرحبا باي تساؤل ديالكم، ولا المهم مرحبا بالجميع التساؤلات ديالكم. صندوق الوصف فيه اللينك ديال الفيسبوك، في صفحه الفيسبوك وصفحه الانستغرام مرحبا بكم. هذا الفيديو درته على الجولف 8 2020، اخر ما كاين في الجولف واخر ما كاين في السوق. غادي نهضروا على المواصفات ديالها ان شاء الله، غادي نشوفوا جميع التفاصيل ديال هاد السيارة، لا من الداخل ولا من الخارج ان شاء الله. يلا بسم الله نبدأ. بالنسبة للمقدمة، الصراحة الجولف شركة فولكسفاجن يعني بدعات فهاد السيارة ديال الجولف، مقدمة رائعة، خصوصا اضاءة اللي هما الليل، وصراحة بالليل كيبانو اكثر، يعني اذا كتبها متصلة ببعضياتها اللي في اليمين ولا في الشمال كتبان خط واحد. صراحة إضاءة الليد واعرة كتعطي واحد المنظر زوين، وحتى الديزاين ديال البارشو اللي هو واعر كيجي في واحد الإضاءة اللي كتعطي واحد التميز، خصوصا في الموديل ديال الجولف آر يعني سبورت، كتعطي واحد المنظر زوين. أنتم الخوت كما كنشوفوا يعني الإضاءة متصلة من اليمين حتى للشمال، إضاءة واحدة خط واحد. صراحة هاد الموديلات الاخرانيين ديال هاد الطوموبيلات ولاو كيخرجوا، بزاف الشركات ولاو كيعتمدوا هاد الاضاءة خط واحد، صراحة هما كيعطيوها منظر زوين. صراحة كما قلت لكم يعني الاضاءة ديال الضباب كتعطي واحد المنظر زوين، كتعطي واحد التصميم واعر. وحتى الشبك يعني ديال هذاك الرادياتور اللي هو في البارشو حتى هو فيه واحد ديزاين اللي زوين، كيعطي الطوموبيل واحد الهيبة يعني سبورت. دابا ندوزو للجانب ديال السيارة، الجانب ديال السيارة اللي كيجيب واحد الخط انسيابي من الضوء يعني من الإضاءة الخلفية حتى الإضاءة الأمامية، خط واحد يعني انسيابي هو اللي كيعطي الثبات في الطريق ديال السيارة، عند السرعات العالية مثلا من مثلا 80 لمية 120 تما كيعطيها الثبات، يعني الطوموبيل يعني الدريجة ديالنا كنقولو كتبرك في الطريق. مع دوك القبضات ديال البيبان كيعطيوها منظر زوين، وحتى الجوانت اللي خرجوا في هذا الموديل هذا، خصوصا في هذا الموديل هذا 2020 جولف 8، كما قلت لكم الخوت يعني الجوانت واعرين وفيهم بزاف الاصناف وبزاف الاشكال وبزاف الالوان، يعني اختار اللي بغيتي، كل ديزاين وكيعطي الطابع ديالو كيجي مع السيارة، كيعطي واحد ديزاين واعر، واحد المنظر، واحد الهيبة واعر. عموما واخا هي الجولف يعني شركة فولكسفاجن تعطلت باش طلقت لنا الجولف 8، ولكن خرجت بواحد واحد ديزاين، واحد التصميم اللي هو رائع. واخا تعطلت يعني كانت يعني 2014 كنظن طلقوا الجولف 7، يعني خمس سنين تعطلوا، يعني خمس سنين، لكن ماشي مشكل، خرجوا بواحد ديزاين اللي واعر. الو ندوزو دابا للخلفيه ديال السياره، الخلفيه ديال السياره اللي كتجيب واحد الاضاءه اللي هي تقريبا متشابهه مع الجولف 7. صراحه هذه اجمل اللي كتجي ليد واحسن يعني في السينيال، وحتى في التصميم يعني الديزاين الخلفية اللي هو واعر، ولكن يعني اللي خديتي الجولف خاوية ما عامراش، كتجي فيها ديك يعني الشاقمات يعني غير بلاستيك غير ديكور، الشاقمة كتجي مخبعة لتحت. ولا خديتيها الاف الار يعني الجولف ار، غادي يجي فيها جوج شاقمات كيما كنشوفو هنا، هادي الار
وهذا الشيء اللي ما غيعجبش بزاف ديال الناس. المهم ما عليناش، دابا ندوزو للداخلي ديال السيارة. الداخلي ديال السيارة كتجي بجوج ديال الشاشات، يعني الشاشة الوسطية اللي هي كبيرة الصراحة، فيها كل المواصفات وكل الأنظمة المساعدة للسائق، يعني مثل الراديو، الموسيقى، جي بي اس، كاميرا، طلور، يعني كاع الخصائص المساعدة للسائق، منها الرادارات، منها حساسات الخلف والقدام. كنظن النقطة العمياء، وحتى الشاشة الأمامية تهي فيها جميع المعلومات المساعدة للسائق، وحتى الفولون اللي هو التصميم ديالو واعر. وصراحة جاني أنا متشابه للسيات ليون، هو الفيتاس اللي غادي كنشوفو دابا قدامنا، نفس يعني شركة واحدة اللي كتصنعهم. صراحة الفيتاس اللي هو غريب، وهاد الفيتاس هذا يعني كاين بزاف الناس ما غاديش يعجبهم، كاين بزاف الناس غادي يعجبهم، مثلا بحال الشباب بحالي انا، يعني بحال الشباب اليوم غادي يعجبهم، اصلا الطوموبيل الشبابيه اغلب الناس اللي كيشريوها الشباب. المهم ما عليناش، كما كنشوفوا هنا يعني السياقه ديالها سهله مريحه وثابته في الطريق الطوموبيل. وحتى التعامل مع الفيتاس صراحه سهل مره. الصندوق اللي هو واسع مقارنه بالجولف 7، هذا كبير وواسع عليها. وحتى في الطول السياره زايده في الطول على مقارنه باللي قبل منها الجولف 7. بالنسبه للفيتاس، الفيتاس كيجي يا اما اوتوماتيك يا اما مانيوال، على حسب انت، يعني فيتاس عادي ولا فيتاس اوتوماتيك، على حسب انت وشنو باغي وشنو المواصفات اللي كتطلب فيها. عندي انتقاد واحد لهاد السياره واللي هي نقطه سلبيه فيها، هو ان يعني الا خديتي الطوموبيل خاويه او نص عامره، ما كتلقاش فيها الشاكمات هما اللي كيعطيو واحد المنظر واحد الهيبه للطوموبيل. يعني الشاكمات يجيو مع البارتشو اللور، يجيو في الجناب، فهمتي؟ اولا يجيو واحدة هنا واحدة هنا، يعني جوج اللور. هذه النقطة السلبية الوحيدة اللي في هاد السيارة هادي، يعني الشاكمة كيخبعوها لتحت البارتشو، يعني ما كتبقاش تبان. وهادوك هادوك الديزاين اللي عاملين تما في بلاصة الشاكمات على الديكور ديال الشاكمات، اللي هما غير مزيفين لا علاقة بالشاكمات، والشاكمة اللي مخبعنها لتحت ما كتبانش، خصنا الشاكمة تبان كما كنعرفو في الجولف 7 ولا الجولف 5 ولا الجولف 6. المهم ما علينا الخوت، ما تنساوش تشتركوا في القناة، ويعني تابوناو في القناة تابوناو، ولعندك شي صاحبك كيعجبو الطونوبيلات ولا كدا وريه القناة، بارطاجي معاه القناة، شارك معاه القناة. بغينا هاد القناة هادي توصل ألف مشترك، يعني ألف أبوني. ولا عندك شي تساؤل دخل عندي الانستغرام، غتلقى اللينك في صندوق الوصف. مرحبا بجميع التساؤلات، شكرا على المشاهدة.